عسلامة نس كل يوم باش نعملوا اونتر مي رويال وشوكولا دونك الجاتو هذي فيها بلوزيور ايتاب ذاك علاش اشاك فوا باش نعمل واحده من ليزيتاب تنوريكم شنو حاجتنا بالانجريديون اللي حاجتنا بهم شنو هما الحاجات اللي باش نسحقهم في الجاتو هذو ما عندنا لهنا البراليني الغوسيت تلقاوها على شين يوتيوب نتاعي موجوده انا لهنا حاضر مش نوريكم الغوسيت خاطر ديجا فما فيديو فما كيف كيف لهنا الفويتين زاد عندي غوسيت موجوده دي تنجموا تعملوه تنجموا لي راه ماهوش اوبليغاتوار فاكولتاتيف سينو لي زيتاب نتاع الجاتو شنو باش يكون فيهم باش يكون عندنا كروسيون بخاليني باش يكون عندنا بيسكوي جوكونت باش يكون عندنا انسير كريمو شوكولا عندنا باش نحضروا زاده اون موس بابا غواز شوكولا والكلاصاج ميغوار كاكاو في الاخر بالكل توا باش نبداو نعملوا الكروسيون بخاليني اباز دو شتروسل دونك هذا كيما يبدا كيما الكرومبل اش حاشتنا لهنا حاشتنا ب 12 غرام سكر 12 غرام فرينة 12 غرام زبدة حاشتنا لهنا ب 15 غرام دي نوازات معرجة على الغاز ولا في الفور كيما تحبوا المهم تحمروها شوية وتنحيوها وحاشنا بانسيت سيل مش موجودة في ليزانغريديون لأن من نكتة نكتة هكا سيل ملح معناتها سينو لهنا حاشتنا من بعد ثلاثه كيما تراو انا حطيت طويبه حكيت 28 غرام كيكا ولا 30 غرام شوكولاته شوكولا ولي عندنا 5 غرام زبده لازم بور اون بومات يبدا تري وعندنا لهنا 30 غرام تخليني و 10 غرام دو فويتين ولا دو كريب دونتيل كل واحد كيش يسميها دونك تا باش نبداو بال كرومبل باش ناخذ طرف الزبده هذيك اللي هي 15 غرام سكر الفرينة والنوازات والبنسيت سيل وكش نخلطوهم بصوابعنا بشوي بشوي entre temps حاطة على البان ماري الشوكولا قاعدة تذوب دونك هذايا تو بعد ما خلطتو باش نحطو على بابي كويسون هكا وبالقلقال باش نحلو نكوش فين على الاخر ندخلو الكور على خاطر كي بنبدلو حتى لين يطيب دونك باش نرجع ليه كيما كان بابي كويسون ونحلو هكا نوريكم دونك نجودها الكوش كيفاش حليتها جويدة على الاخر باش ندخلها تو الفور نستناها دوب ما راها تطيب نخرجها نورمالمون ما تاخذش برشا وقت دونك اونتر تون حطيت الشوكولا نتاعي على البان ماري دوب كيما تشوفوا وكسرونا فيها الماء سخون حطيت فيها صحفة وحطيت شوكولا دوب حط زيد 5 غرام زبدة مع الشوكولا خليهم يذوبوا من بعضهم خرجتو دونك تاو من الفور حكيت 15 مينوت قعدلي باش نخليه يبرد كومبليتمون من بعد باش نكسروه طروف طروف دونك تاو كي برد باش نكسروه هكا طروف صغار لهنا زدتهم الشوكولا والزبدة اللي ذوبتهم باش نزيد البخاليني نتاعي اللي حضرتو واللي فويتين زادة ونخلط الكل مع بعضو دونك نزيد الفويتين البخاليني ونخلط الكل مع بعضو كيما تشوفوا اللي انا زدت البخاليني نخلط الكل دونك تو اون فوا خلطنا لي زانغريديون تاعنا الكل لهنا عندنا السيركل هذا هو اللي باش نستعملو انا في الجاتو نتاعي اللي هو 20 سنتيمتر دو ديامتر هذاك علاش الكوش نتاع الكروستيون باش نعملو اصغر دونك باش نعملها الديامتر نتاعها 18 دونك باش ناخذ سيركل اخر اصغر اللي هو الديامتر نتاعو 18 وباش نعمل الكوش نتاع الكروستيون اصغر شويه هكاك باش من بعد في الفينيسيون يطلع مزيان ما نبداش خارج من الجناب كوش كي نعملوه قد قد الديامتر تاع الجاتو هذاك علاش نعملو اصغر السيركل باش نبدا تو هكا ننزل عليه حتى نغطيها كلها كان بالمغرفه جاتكم صعيبه اعملوا بيديكم هكا اسهل دو تيل فاسون تلصقوا الكل في بعضه ومن بعد تحطوه في الكونجيلاتور يقعد حتى يبس كومبليتمون دونك حكيت ساعتين نتوقع كيكا ماكس يكون يبس دونك الكوش دو كروسيون تاعي تو حضرت اوزروا لها كيفاش باش ندخلها في الجدار نخليها حتى ينتيبس ونتعداو ليتاب اللي بعدها باش نعملو لانسير كريمو شوكولا فاكولتاتيف راه تنجمو تعملوه باش دو بريفيرونس تعملوه يطلع لكم جاتو نتاعكم ابن وحتى في المنظر كل شيء خير بل انا باش نستعمل المول هذايا اما موش اوبليغاتوار اللي ما عندوش مول كيما هكا نجم يستعمل المول نتاعو اللي باش يستعملو في الاخر والا كان عندكم مول اصغر كيما عملنا في الكروسيون تعملوا مول اصغر وتدخلوه بعد الكونجيلاتور تخليوه تيبس معناتها المول هذا موش اوبليغاتوار جمله
les ingrédients اللي حاجتنا بهم حاجتنا ب 70 غرام ولا مليليتر كيف كيف حليب 70 مليليتر كريم فريش ليكيد حاجتنا لنا 10 غرام 10 غرامات سكر حاجتنا لهنا 100 غرام شوكولاته بالحليب و 35 غرام عصفر نتاع عظم اول حاجه دونك نبداو بها نحطوا الحليب كسرونه نحطوا معها الكريم ونحطوهم يغليو لو طون لي كريم تي قاعده والحليب قاعدين يغليو باش ناخذوا اصفر العظم نزيدوه شويه السكر اللي كان تاعنا ونركدوهم بالكدا نحاولوا حتى لين يبيض الاصفر العظم لهنا الحليب والكريم تاعنا غليو كيما تشوفوا باش نهزهم باش نصبهم على الاصفر نتاع العظم اللي ديجا ركدتو هو واللبي هو والسكر ونبداو نركدو فرد وقت انا قاعده نصور فيديو الاخرى ما نجمش نركد فرد وقت انا في ساعه في ساعه هكا صبيتو باش نصبت باهي لهنا ذوبت الشوكولا نتاعي كيما تشوفوا باش نزيدها للميلونج ونخلط حتى لين يذوب كومبليتمون دونك لهنا اون فوا لي زانغريديون كل دخلتو حطيتهم في الكاسرونه مره اخرى باش نقعد نحرك حتى لين يوصلوا لي 83 دوغري اللي ما عندوش ترمومتر خاطر نوريكم التكستور كاش لازمها توصل ما تمش ضروري الترمومتر خاطر نوريكم التكستور تعرفوا هادو ما تراوها وصلت التكستور هكاك تقصوا على ما تسكروا على الغاز نقعد نحركو الترمومتر نعطيكم لاسوس جوست دوما يغلي تسكروا عليها طيبوه حتى لين تغلي هيك هي دونك توا صبيت الميلونج تاعي في المول باش ندخلو الكونجيلاتور اقل حاجه 4 سوايع حتى لين يبس كومبليتمون كيما قلت لكم اللي ما عندوش المول لون سيليكون هذايا ينجم يستعمل مول اصغر شوي مهم يبدا مسكر مش محلول باللوطه باش ما يخرجش من الجناب باش من بعد يبدا مزيان كي تحطوه في وسط الجاتو وصلنا تاو دونك ليتاب باش نعملو البسكوي جوكوند حاجتنا لهنا بعظمه 40 غرام بودر نتاع نوازيت محمرة على الغاز ولا في الفور كيف كيف دونك 40 غرام لهنا سكر غلاس 10 غرامات فارينة 10 غرامات زبدة باش نذوبها عندي لهنا ابيض نتاع عظمة ولهنا 10 غرامات سكر عادي و 50 غرام نوازيت محمرة كعب كي نخليوها كعب نوازيت لهنا من بعدش نهرسوها ما خليوها كبيرة معناتها ما نردوهاش بودر كيما هكا تقعد طروف كبار أول حاجة نبداو بها لهنا حطيت العظمة باش نزيد سكر غلاس باش نزيد بودر دو نوازيت باش نخلطو الكل مع بعضو خلطو دونك لي زانغريديون هذوما الكل مع بعضهم أون فوا تخلطو تو باش نزيد الفارينة وباش نزيد الزبدة اللي ديجا ذوبتها ونخلطو الكل مع بعضو مرة أخرى دونك تو في ريسبيون اخر خديت ابيض نتاع العظمه هذيك والسكر باش جو مونتي باش نعملهم دي بلون نيج عملت الكشكوشه باش نزيد السكر ونكمل نركض حتى لين يوليو لي لي بلون تاعي فيرم دونك تو جي مونتي لي بلون نيج نتاعي كيما تشوفوا فيرم وزرولهم باش نبدا بالسياسه نخلط فيهم على الميلونج الاخر من غير ما نكسرو دونك كيما تعرفوا ديما نحركو كي نبداو باش نخلطو لي بلون نيج مع ميلونج اخر ديما من الجنب وحنا داخلين باش ما نكسروش لي بلون تاعنا حتى لي بشوي بشوي حتى لي نكملوهم الكل دونك من الجنب وحنا داخلين بالطريقه هذه حتى يولي الميلونج هوموجين دونك تاو كي الميلونج تاعك تخلط كيما تشوفوا لهنا عندي سيركل دو 18 سنتيمتر حطيت تحتو بابي كويسون باش نصب الميلونج نتاعي وندخلو الفور حكاية 15 مينوت على 200 دوغري دونك صبيتها في المول كيما قلت لكم لهنا خديت مهراس نجمو بالقلقال زيدا تحطوه في ساشي دو كونجيلاسيون وبالقلقال تنزلو عليه ولا تهرسوه باي حاجه المهم معناتها تهرسوه غروسيرمون يقعد لي مورسو كبار دونك تو بعد ما هرستهم جيت حطيتهم هكا كيما تشوفوا الفور ديجا سخن على 200 دوغري سيلسيوس تو باش ندخلهم وديما عينكم ميزانكم راه كل فور وكيف كي نقول ربع ساعه مش معناتها الفورات كل ربع ساعه ديما عينكم ميزانكم ديما تفقدوا وصلنا دونك تو للموس بافارواز شوكولا حاجتنا لهنا ب 140 غرام شوكولا نوار حاجتنا لهنا ب 90 غرام حليب ولا مليليتر كيف كيف لهنا شوكولا نوار قلت لكم 140 غرام حاجتنا لهنا ب 2.5 2.5 غرام دو جيلاتين اون بودغ والا اون فوي اي ان كار ورقه وربع نتاع جيلاتين لهنا حاجتنا بالكريم ليكيد كريم فويتي اللي هي الكريم فريش ليكيد عندي لهنا 240 مليليتر ولا غرام كيف كيف زاده
دونك هذوما هما لي كات انغريديون اللي حاجتنا بهم للكريمه نتاعنا. خطوة الجيلاتين باش ناخذ هكا مغرفتين كبار تاع حليب باش نحطهم في الجيلاتين ونخليها السيدغات بالبدا. حليب لازم يكون بارد، نجمو نزيدو شويه اخرى دونك نخليوها السيدغات. البقيه تاع الحليب اللي فضل لنا باش نحطوه في كسرونه ونحطوه على الغاز يغلي. ذوبوا الشوكولا نتاعنا في ميكرووند ولا على الباماري كيما تحبوا. كان باش تذوبوه في ميكرووند ردوا بالكم راهو في صافي يتحرق في الميكرووند، دونك ردوا بالكم. انا نقول لكم دو بريفيرونس ذوبوا ديما الشوكولا على الباماري. لهنا دونك توا الحليب غلي باش نبدا ناخذ في الجيلاتين ونزيد بشوي بشوي ونحرك. حتى لين الجيلاتين ذوب كومبليتمون. فوا الجيلاتين دونك ذابت كومبليتمون فوسط الحليب باش ناخذ الشوكولا بعد ما ذوبتها وباش نزيدها للحليب والجيلاتين. حتى لين تحصلنا على غناش كما تشوفوا، توا باش نخليها حتى لين تولي دافيه، وباش نمشي ناخذ كريم ليكيد نتاعي وباش جفي لا مونتي اون كريم شونتي. دونك ركضتها كيما تشوفوا ما عملتهاش فيغم ياسر، كنت نجم نزيد نركضها اكثر تاع فاسون تطلع اي بس من هكا، اما خليتها جاريه شويه باش من بعد نجم نخلطها مع القناش الشوكولا اللي حضرناها. بي اون فوا القناش الشوكولا نتاعكم وصلت لكم 35 دوغري، اللي ما عندوش ترمومتر مش مشكل، المهم تقعدش سخونه، المهم تولي دافيه معناتها تبرد بلوتو. على خاطر كان تحطوها وهي سخونه مع الكريم افويتي هذيك اللي ركضناها، الكريم باش تذوب لكم، هذاك عليه لي امبورطون باش تسناوها تبرد شويه. دونك صبيت الشوكولا. دونك البسكوي جوكوند نوازيت نتاعي خرجتو تو من الفور قاعد ربع ساعة، كيما تراوه حمار باش نخليه يبرد ما نمسوش تو باش ما يتكسرش لي سونسيبل، من بعد نوريكم كيفاش نعملو المونتاج. دونك تو باش نبداو في المونتاج، أول حاجة باش ناخدو الكروستيون خلينا نتاعنا، دونك باش نحطو هو المنين، باش ناخدو من بعد بيسكوي جوكوند اللي حضرنا نحطوه فوقو، ومن بعد ناخدو الكريمو نتاعنا شوكولا وباش نحطوه في ديما نحاولو تنوريكم كيفاش في الجناب باش من بعد الفينيسيون تطلعنا مزيانة، دونك الجناب نعبيوها بالكريم. دونك هنا خديت بوش حطيت فيها الكريم باش نبدا تو نجي في الجناب هكا ونعبي بالكريم. نجي نحطو من فوق زادا هكا شوية، دونك نجيب السباتول هكا ونسكر الجناب الكل، نغطيها زادا بالكريم، نجي هكا جناب الكل نسكرهم هكا. دونك بعد ما عملت الجنابات خديت لانسير نتاعي، انا ما صبرتش عليه حتى يبرد كومبليتمون، نتوما اصبروا عليه. هذاك علاش كيما تشوفوا ظاهر هكا مش يابس، هو لازم نورمالمون يبس على الاخر معناتها يولي يابس، ومن بعد نحيوه من المول هذيا ونحط المول هذا ونحطوه في الجاتو نتاعنا. دونك انا حطيته تو في الوسط باش نكمل نصب بقيه الكريم عليه ونخليه 24 مش 24 في الفريجيدير حتى لين يبس كومبليتمون، وغدوه نعملو الكلاصاج ميغوار. دونك نوريكم اخر حاجه اش عملت. دونك حطيت الكريم غطيتها تو حطيت بابيي سيلوفان كبستو كشي بدا مستوي. جي البالي تو قلت حقني عملت من الاول مونتاج الانفير، شو معناتها مونتاج الانفير؟ معناتها حقني بديت بالكريم من الاول ومن بعد حطيت لانسير ومن بعد حطيت البسكوي جوكوند ومن بعد حطيت الكروستيون تاعي، هكاك تبدا بالمقلوب معناتها المونتاج، ونحط البابي من اللوطا نسكر بيه المول نتاعي معناتها ونحطه في الكونجيلاتور، من غدوه جوست نقلبها يطلع مريقل. دونك بويسك انا جاتني الفكره تو في الاخر دونك قلت ما خسرت شيء، غطيتها هكا بالبابي كيما تقولوا تشوفوا هذايا الترونسبارون وباش نقلبها توا ونخليها تيبس هكاكا، هكاكا يطلع لي الوجه نتاعها مستوي من غدوة. نوريكم دونك قلبتها توا، نحي هذا ريت ولا كل شيء بالعكس، ولا الكروستيون هو اللي من فوق والكريمي اللي من اللوطا. حضروا دونك توا الكلاصاج ميغوار اللي بالكاكاو،
بشواليكم شنو باش نستحقوا فيه. حاشتنا لهنا 250 غرام سكر، 250 غرام حاشتنا بهنا، 80 غرام ماء، ماء عادي بارد. عندنا لهنا 12 غرام والا 6 ورقات جيلاتين، دونك 12 غرام والا 6 ورقات. نتوما كان عندكم اون بودغ كيفي تحطوا 6 غرام 12 غرام. لهنا عندي 80 غرام كاكاو، ولهنا عندي 160 غرام كريم ليكيد، كريم عادية ما كريم فريش ليكيد. دونك اول حاجة باش نبداو بها باش ناخدو السكر نزيدوه الماء ونحطوه على الغاز ونخليوه يغلي. دونك حطيتو على الغاز باش نخليه حتى لين يغلي. لو طون لي السكر والماء نتاعي على الغاز قاعدين يغليو باش نجبي يتغطي الجيلاتين. دونك حطيت لها شوية ماء بارد خلط ونخليها انسي يتغط. بي انا عندي اسيوز زي ما نعملها باش السكر انه كريستاليز با كي يبدا هكا يغلي، خاطر راهو ينجم يبسلكم السكر. دونك شو نعمل ابان نكته نكته قارص نحط فريمون ابان، ما تمش عصره كامله ميم با لانتيغ نتاع مغرفه نتاع قهوه نكته. دونك تاو كي غليت نحيدها من الكاس ونحط الجيلاتين ونخلط حتى لين الجيلاتين كلها تذوب. دونك نخلط بيدي حتى الجيلاتين تذوب. دونك تاو باش نزيد الكاكاو باش نخلط بالكدا زاده. دونك نخلطو ما نخليوش الكعابر نتاع الكاكاو، نخلطو بالكدا زاده حتى لين يقعدو حتى ما يقعدوش مع الكعابر. دونك تاو بعد ما خلطت بالكدا باش نكمل نزيد الكريم ونخلط كل شيء. دونك تاو خلطتو باش من ناحيه الكعابر نتاع الكاكاو اللي تاو فيهم، يا اما نعديوه في صفيه نصفيوه يا اما تعملوا كيما انا باش نعمل. تحاولوا ما تدخلوش برشا هواء باش ما يقعدوا لكم شريتو لي بولدير هذوك دوك مش باهيين. دونك انا باش نحيهم باش نعاود نصفيه هذا باش لي بولدير الكل يتنحاولي. اي مني نحيت لي بولدير ومني نتاكد اللي ما يقعد لي حتى طري في كاكاو. دونك تاو جو فيلمي الكونتاكت نحطها في الجدار تعدي ليله كامله. غدوه كي نحيو الجاتو نتاعنا من المول نستعملوه، ولازم نستعملوه كي يبدا التمبيراتور نتاعو 30 دوغري. دونك اليوم الصباح حاولت نخرجها من المول باش تبدا صعيب شويه تخريجها تكون يبست. دونك كان عندكم شاليمو تنجموا تعملوا جنابات تاع الحديد تاع الفاسون هكا الجاتو يذوب شويه هكا في جناب يولي سهل عليكم تخريج الجاتو من المول. سينو كيما عملت انا بالسكينه دونك قعدت كنعدي في الجناب غوزمون حاطه انا البابيي دي دونك مي الجناب تاعي متهلكوش. وسعت بالي بسيسه بسيسه حتى خرجت. دونك توا ناخذو الكاساج ميغواغ اللي خدمناه البارح، نحيو البابي كيما قلنا ولا فيلمي وكونتاكت ونخلطو. دونك نخلطوها ومن بعد نحطوها على الباماغي، خاطر لازم كي باش نصبوه على الكاتو يكون 30 دوغري التمبيراتور نتاعو. خلطتو بالكدا كيفما تشوفو حطيتو على الباماغي توا باش نستناه يذوب شويه حتى لين يوصل 30-35 دوغري. دونك وقتها نجمو نستعملوه تنوريكم التكستور كيفاش لازم تكون، ماكمش اوبليجي باش يكون تستعملوا الترمومتر كيما نعاودها ديما راه تنجموا تقمروا بالتكستور كي تفهموا التكستور كيفاش لازم تكون دونك تولي تفهموها من غير ما تقعدوا تقيسوا في التمبيراتور. وريكم دونك وصل التوا 35 دوغري، فات لي شويه باش نخرجوا تو يبرد. دونك نخرجوا التكستور تنوريه لكم ليكيد معناتها لازم يكون جاري لازم يكون يابس. دونك لاساج نتاعي وصل دونك للتمبيراتور 35 درجه. ولا التكستور نتاعو كي العسل لا هو جاري ولا هو خاثر ياسر. دونك هكاك لازم توصل التكستور نتاعو تحسوه كلي كي العسل. باهي حطيت الجاتو نتاعي على الكري هذيا تحتو حطيت باق باش كي نصب نصب معناتها الكلاساج يهبط في الطبق ما يهبطنيش القاع كمان ولا على الطاوله. وديو فما اسباس باش نشوفو باش نبدا تو نصب في الكلاساج ميغواغ نتاعي. مي نحب نوريكم حاجه، كان فما هذوكم لي بول دير تنجمو ديو كوردون هكا
مسوهم حتى يتنحى قبل ما يبرد الكلاساج، دونك تطلع لكم فينيسيون خير. بنوريكم شو عملت. عندي الفشفاشه هذه نتاع دوغي خديتها من والمارت ظهرلي، دونك عملت هكا جوست فشفشت عليها شويه هكا دي بايات دوغي. ولهنا البقيه نتاع الكلاساج خديت هذا جبته من تونس، دونك خديت الكولورون هذا اليمونتير دوغي، حطيت اون كونتيتي جينيروز كامل، حطيت برشا باش نخلط باش نصب فوقو حتى الفاسون هكا. ما نعرفش كيسكو سافا دوني، قلت بالك يعطيك اللي كان معبري يبدا شوكولا الكلاساج صايب ياسر باش تبدل لونه. نوريكم دونك شنو عطاه المنظر، كمان عطاه شويه في معبري كيما تشوفوا. دونك توا للزينه باش ناخذ كريم دونتيل شويه منهم باش نهرسهم هكا بالبدايه، هكا شويه يوليو كروب صغار ما ماش كبار، باش نجي للجناب هكا من اللوطه باش نلصق فيهم لي كريم دونتيل نتاعي. دونك نجي هكا ونورمالمون بزوز يدين الحقيقة، أنا هكا نصور منجمش معناتها، أما جوست باش نفهمكم معناتها جوست من اللوطا باش نحط. عليكم دونك كيفاش وليت، تو بعد ما حطيت في الجناب الفويتين، تو باش ناخد شوية فويتين باش نعمل هكا. طيب باش ناخد كعبة نوازيت ونجي هكا نزينهم. دونك مزال قعد لي جوست باش نحط شوية تروف دي فوي دوغ نلصقهم،